ثم إن هناك ضوابط متعلقة بهذا الهجر، وذكر العلماء لهذا الهجر شروطا لا يكون الهجر صحيحا حتى يستوفي هذه الشروط. منها أن يكون هذا المهجور محلا للهجر. يقول شيخ الإسلام: والناس ليسوا في درجة واحدة، فمنهم من لا يصلحه إلا الهجر، ومنهم من لا يصلحه إلا التأليف. ثم يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما وتألف آخرين. هجر أقواما من المخالفين وتألف أقواما من المخالفين، لم يعاملهم معاملة واحدة. لما؟ لأن هؤلاء ينتفعون بالهجر، وهؤلاء ينتفعون بالتأليف. ومن عرف أحوال الناس عرف هذه المسألة، وأن بعض الناس لا يجدهم الهجر إلا مكابرة وعناد، وأن بعض الناس لا يجي معهم إلا التأليف. فينبغي أن ينظر يعني من هذا الناظر في هذه المسألة، هل هذا المهجور أو الذي نريد هجره هل ينتفع بالهجر أم لا؟ ويخطئ من يظن أن الهجر أنه هو الأصل في معاملة المخالفين، خصوصا أهل البدع. ليس هو الأصل، إنما الأصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا هو الأصل. الأصل هو الإنكار والتغيير، ثم التغيير بأي شيء يكون، قد يكون بالهجر وقد يكون بالتعليف. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يوم حنين الأقرع بن حارث وعيينة بن حصن وبعض كبراء وبعض رؤساء العشائر والناس المطاعين في أقوامهم، أعطاهم ما لم يعطي غيرهم، حتى أن الغنيمة قيل أنها لم تكن إلا في خمسة أو في ستة نفر، حتى قال ذو الخويصرة: تلك قسمة ما أريد بها وجه الله لجهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احذر فإنك لم تعدل. قال: ويحك ومن يعدل إن لم أعدل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعطيت هؤلاء تألفا لقلوبهم، يعني مع أنهم كانوا من أهل الخلاف وكان فيهم جفاء وكان فيهم غلظة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا تألفهم ولم يهجرهم، مع النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك. فكعب بن مالك كان مؤثرا فيه الهجر، لأنه يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف من الذي هجره. لكن هؤلاء الذين لم يعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن الإسلام من نفوسهم، قد لا ينتفعون بهجره. فينبغي أن ينظر في حال المهجور، وهل هو ممن ينتفع بالهجر أم لا. ونحن نرجع إلى المسألة التي سبق أن ذكرنا في شرح الكتاب، وهو التفريق بين الحق، التفريق بين الأدلة. الذين الآن يعممون الهجر كيف يتناسون النصوص الأخرى في الرفق وفي تألف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يتألف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي؟ ألم يتألف الأقرع بن حابس؟ ألم يتألف هرقل كان يخاطبه بعظيم الروم؟ وهؤلاء بعضهم كفار وبعضهم من المنافقين، لما لم يهجرهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هؤلاء لا ينتفعون بالهجر، وإنما ينتفعون بالتأليف. وكم تألف النبي صلى الله عليه وسلم أناسا فهداهم الله بالتألف، كما حصل لأبي سفيان، كان من أكبر سادة قريش. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان أبو سفيان هو سيد قريش، ولهذا تألف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من دخل البيت فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأثر هذا في نفسه، فهداه الله عز وجل إلى الإسلام حتى تمكن من نفسه. فإذا ينبغي أن ننظر إلى هذا الرجل الذي بدرت منه المخالفة، هل هو محل للهجر أم للتأليف؟ فإن كان الهجر الذي يجدي هجرنا، وإن كان التأليف الذي يجدي وينفع تألفنا. ثم ينبغي أيضا أن ينظر في منزلة الهاجر من المهجور، منزلة الهاجر من المهجور. بعض الناس لو هجرته والله ما أثر في نفسه، لأنك عنده أحقر من أن يطلب رضاك ولا يرى لك فضل. ولهذا قال العلماء: لا يكون الهجر إلا من أهل الشرف والمنزلة، إما الشرف في الدين أو حتى في الدنيا، كأن يكون من العلماء أو من السلطان أو من الحاكم، فإن هؤلاء هجرهم مؤثر.
والضابط الصحيح في هذا هو أن يكون الهاجر له منزلة عند المهجور حتى ولو لم يكن من أهل الشرع، مثل الصديق مع صديقه، يعني بعض الأصدقاء والله يعز عليه أن يهجره صديقه، فلو هجره أثر فيه. المرأة إذا هجرها زوجها أثر فيه، المرأة إذا هجرت زوجها أثر في الزوج. فهؤلاء كل طرف من هؤلاء له لصاحبه عنده مكانه منزلة تؤثر إذا ما هجر. أما إذا هجر زميل لزميله وليست له منزلة، لربما ظن أن هذا من الحسد والغيرة ولم يؤدي الهجر مقصده الشرعي، فينبغي أن يراعى هذا. كما ينبغي أيضا أن يراعى في الهجر مدة الهجر، وهو أن يكون الهجر مناسبا للمخالفة ومناسبا أيضا لحال المهجور. ولهذا يقول ابن القيم: الهجر كالدواء، إذا زاد قتل وإذا نقص لم ينفع. بعض الناس إذا هجرته يومين أثر فيه، وليس بعد الهجر في هذه المرحلة التي وصل إليها إلى هذه الحال إلا اليأس. ومن هنا ندرك أنه ليس كل من وقع في البدعة، وليس كل من خالف، وليس كل من عصى الله عز وجل أن هجره مشروع مع كل أحد وفي كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. ومن الضوابط المتعلقة بهذا أن يراعى الزمان والمكان، فإذا كان الزمان والمكان من أزمان وأمكنة السنة، إذا ما هجرت المخالف لم يجد حوله إلا أهل السنة فلا يتبرأ. أما إذا هجرته في مجتمع سيء لربما تبرر بمخالطة الناس. وأنا حدثني والله رجل وأخ لنا يعيش في إحدى الدول الغربية يذكر عن بعض الشباب أنهم على السنة، يقول فأخطأ زميله وخالف في بعض المسائل، يقول فأجمعوا على هجره وقاطعوه ثم لم يلبث أن ارتد بأنه يعيش في دولة كافرة وهؤلاء هم خلطته. فلما أجمعوا على هجره وقاطعوه ولو لم يتمكن الإسلام من نفسه، قال: أين هذا الدين الذي يعني يكون هذه ثمرته أني لا أكلم ولا أجالس ولا يعني يعتني بي أحد؟ فارتد عن دين الإسلام. بسبب ماذا؟ بسبب التهور والجهل الذي يعني جعل يعني هؤلاء يرتكبون مثل هذا الأمر. وهنا فائدة في قصة كعب بن مالك. كعب بن مالك لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم طمع فيه الكفار، وأرسل له ملك قسان، قال له: بلغنا إن صاحبك قد جفاك، فاقدم علينا، فليس مثلك من يفعل به كذا وكذا. فيقول: عرفت أنها فتنة، فأخذ كتابه وأحرقه في النار. فانظروا إلى قوة إيمان كعب، عرف أن هذه فتنة. لكن كم من الناس اليوم إذا هجر وعرض عليه هذا العرض، من الناس اليوم أو من يستطيع الآن أن يقول أن كل من يهجر يثبت هذا الثبات العظيم؟ والله كثير من الناس يفتن بسبب هذا، عروض تقدم عليه من أهل البدع، يقال له: بلغنا أن أصحابك قد جفوك وهجروك، فاقدم علينا، فإن مثلك ينبغي أن يعرف له قدره. وكم خسرنا من طلاب العلم ومن أهل السنة ومن بعض المتوجهين إلى السنة بسبب هذا التهور في معاملة المخطئين. ينبغي أن نرفق بالناس، وليس هذا والله من المداهنة. المداهنة كما ذكرت هو أن نقول للمخطئ أصبت وأن نسكت عن الأخطاء. أما إن كنا نخطئ المخطئ ونصوب من أصاب ثم بعد ذلك نرفق بالناس ونتألفهم على السنة، تألفنا والله ليس تمييعا وإنما هو تألف للسنة، وهجرنا ليس تشديدا وإنما هو هجر لمصلحة السنة. فالشدة واللين ينبغي أن توظف للسنة، فليس في الشدة مذمومة في موطنها وليس اللين مذموما في موطنه، لكن ينبغي أن ينزل هذا في مكانه وهذا في مكانه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تألف وهجر، وهو الذي قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زان، وهو الذي هجر. فالذين الآن يعممون الهجر لا يعرفون إلا نصوص الهجر، والذين
ينكرون الهجر لا يعرفون إلا نصوص الرفع، وأما أهل السنة فهم يجمعون بين النصوص ويرون أن هذا لا يعارض هذا، ومن خالف ففيه شبه من أهل الجاهلية الذين فرقوا بين الحق وأخذوا بجانب وتركوا جانبا، وهذه والله فتنة أهل البدع. وإن كان الأمر شديدا يعني على بعض المنتسبين إلى السنة أن يقال في عمله كذا، لكن هو والله الحق أن من فرق بين الهجر والتعليف وعمم أحدهما وترك الآخر فإنه مخطئ، وهو ممن فرق بين النصوص وعمل ببعض وترك البعض. وأما هو فوالله نحن لا نخرجه من السنة ولا نحكم بحكمه في إخوانه الذين يخرجهم من دائرة السنة. وأنا قلت في بعض الشباب الذين يرون أن المخالف بمجرد مخالفته يخرج من السنة، قلت أنتم بفعلكم لو حكمت فيكم بحكمكم في غيركم لأخرجناكم من السنة، لكن أنتم عندنا مخطئون لا نخرجكم من السنة لأنكم متأولون تريدون الخير، وأنتم على قدركم ومنزلتكم وفضلكم وحبكم للسنة، وأما هذا خطأ فينبغي الرجوع عنه.